بتعمل شنو؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب، مواصلة للطائفات الإبداعات الثورية الأمبرمانية. هنشوف هنا محل ثاني. طيب، دي أغنية أحمد أمين طبعا، رصاصتين في 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 زاوية تانية، في في البوست بتاع شهيد عبد العظيم عظمة، مكتوب بالعربي والإنجليزي. أنا حساس على الشاب ليش أنا أصور بس حاجة دي. نعم عليك، بزار أصور ده ممكن؟ طيب، بسوء من اللايف زي ما بيحصل كل مرة. تحية للمقاومة في الحياة الإنجليزية. ده كان من اللايف، نتلاقى في لايف تاني. مفروض برضو أوثر للإبداعات الإنجليزية الثورية في شهر 40 قريب من الضباط، وفي جدارية لعظمة برضو. ومفروض إن شاء الله كان ربنا سهل في شارع النيل على جهة فريق ريد أو باقي المولدة، برضو في كتابة في البيت المعمول على شكل سفينة مشهور، البيت اللي قاله مسكون. نتلاقى في لايف ثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.